هو انا بحب اشتغل مع مراهقين، وانا بحس ان هما population شويه مظلوم. يعني هما بيبقى دايما في صعوبات كتير قوي في المراهقه، والاهالي بيجوا يشتكوا، وبنبدا نشوف الفجوه بين الاجيال، يعني زي ما بيقولوها، بين المراهقين والبيرنتس، برغم ان كل واحد فيهم عنده good intentions ان هو يحاول يساعد التاني. المراهقة فترة صعبة، هي الفكرة انها مرحلة ترانزيشن بين ان انا طفل وان انا ادلت، وبحاول استكشف فيها كل حاجة، بحاول استكشف العالم، برجع question الثوابت اللي هي باين ان دي حقيقة علمية مثبتة، لا هو مين قال انها حقيقة، برجع question كل حاجة، هو انا مين، شكلي ايه، هو انا عايز ابقى شبه مين، ببقى ريبيليس، ببقى متمرد، ببقى مش عايز حد يحطني في قالب او يقول لي اعمل كذا او امشي على كذا، حتى لو الحاجه دي ممكن تبقى مفيده، لكن انا مش عايز افكر في ده. كتير من الاهالي بيشتكوا ان المراهق ده دراما كوين، هو ما بيعملش حاجه، ما بتعملش حاجه غير انها بتعيط وبتتفرج على مسلسلات وبتسمع اغاني وتبقى متضايقه وتشد مع اصحابها وتيجي تعمل الفيلم ان هو حاجه كبيره. انا ببقى نفسي ان الاهالي يفهموا ان دي حاجه جزء من التطور، هو شخص دلوقتي كان طفل مش عليه مسؤوليات، هو فجاه لقى نفسه بدا يكبر، وبرغم ان هو شكله او جسمه ملامحه الخارجيه كانه كبير، لكن هو عقله كانه لسه طفل صغير. والاهم ان الجزء في المخ اللي بيتطور بتاع البلاننج والديسيجن ميكنج وان انا ما بقاش امبالسيف هو لسه immature، فهو عايز الاثنين، عايز ان انا ابقى كيرنج، ابقى مهتمة بيه، ابقى بحبه، وعايز في نفس الوقت ان انا اعامله ككبير ما اعاملوش كطفل. فشطارة البيرنتس ان هم يعرفوا ده من بدري، مرحلة المراهقة هي ما بتجيش فجأة، هي كده كده جاية، فقد ايه انا بركز مع الطفل وهو صغير ان انا بعلمه رولز، بعلمه ethics، بنبقى اصحاب، بشيله مسؤولية وبعرفه ان المسؤولية ليها consequences، مش مجرد ان اصل انت طفل مش هتعمل بعد كده فجأة يبقى عنده 12-13 سنة فاقول له بص بقى انت عليك انك تبقى اوضتك نظيفة وتذاكر وتخلي بالك من نفسك، لا هو ده مش منطقي، هو محتاج ان هو من الاول يبقى عارف ده. انا بشوف ان برغم ال rebellious attitude الشخص بيبقى فيه متمرد قوي، لكن هو في نفس الوقت هو عنده potential project. انا بحب جدا الادولسنت لان انا بشوف ان هم لسه فيهم براءه الطفوله، لسه ما تلونوش بالكومبرومايزز اللي احنا بنعملها ككبار او بنفكر فيها، وفي نفس الوقت هو عنده الانرجي دي، فبشوف ان هم اصحاب الافكار، التغيير الجذري، الحاجات الثوريه، هم بتوع الاختراع والابتكارات، حاجات احنا لو قعدنا مشغولين قوي بالخناقات والدراما اللي هم عايشين فيها هننساها. وابنك مراهق او بنتك مراهقه هم عندهم بوتنشال ان هم يتعلموا لغات جديده، يعملوا لايف تايم فريندشيبس، يبقوا سفراء لافكار عظيمه، فاليو سيستم مختلف عن اللي احنا بنفكر فيه. فكل ما انجيج، كل ما المراهق بقى انجيج في حاجات اكتر، في اكتيفيتيز اكتر، كل ما بنى شخصيته بشكل مفيد ليه ومريح للاهل لان هم هيبقوا مطمنين عليه. فانا محتاج ان انا احطه في كذا حاجه هتبقى هو هيبقى مرتاح فيها.